هي ألمانية؟ لا هي إيطالية. هي شو اسمها؟ اسمها ماريزا بيرناسكوني. كم سنة بقت هذه العلاقة قبل الرجوع؟ ثلاث سنين. هي كانت بأي تاريخ؟ نيسان يمكن. بعدك اليوم بتتذكر هذه اللحظات؟ هذا ما بنساها طبعاً، ما بتروح من راسي. بتقرب صوبة بتبوسني. وهيدا كان آخر لقاء؟ 50 سنة. وفأخذت الاتصال فيها كل يوم. ثلاث سنوات وأنا أبحث عن ماريزا بيرناسكوني، المرأة الوحيدة يلي الطابق تاريخ ميلادها للذكريات يلي أنت قلتها هي هذه السيدة. حلو. يلي خلقانة ب 26/4/1945. أنت عم تخوفني هلا.